هنعمل بطاطس بوريه، بس المره دي هنعملها بالبشاميل. هنبقى محتاجين لحمه مفرومه، بصل للعصاج، البهارات اللي عندنا. انا هنا جايبه بودره ثوم وبصل، جايبه جوزه الطيب وبهارات لحمه وبابريكا ومكعبات من مرقه اللحمه. عندنا نشا وبيض ولبن وكريمه، عندنا فلفل، عندنا قشطه، عندنا بطاطس بوريه، عندنا طبعا بصل وزبده. خلاص، فاول حاجه هعملها ان انا احط اللحمه تتعصج. اللحمه المفرومه دي بقى حلوه لما بتتعصج، وممكن نشيل منها في الفريزر كده نحطها في اكياس ثلاجه، كل حاجه بالاكله بتاعتها. ممكن نعملها سندوتشات، ممكن نعملها بطاطس بوريه زي ما احنا هنعملها النهارده، ممكن نعملها في اللازانيا، نعملها في المكرونه بالبشاميل. بتسهل علينا قوي لما بتبقى اصلا مستويه وجاهزه. بصراحه بتبقى سهله في ان احنا نعمل بيها وصفات كتير قوي. ممكن نعمل بطاطس محمره ونحط عليها اللحمه المعصجه وعليها كده شويه خضار وجبنه وندخلها الفرن، تبقى لطيفه قوي برده. خلاص، دي اللحمه المفرومه معانا اهو، الفلفل الاسود، الملح، طيب هنا هعمل بقى صوص البشاميل بتاعي اللي هو عباره عن المره دي عاملاه بالنشا. ماشي، ليه بقى عاملاه بالنشا؟ هقول لكم ليه. عشان البطاطس البوريه من الحاجات اللي ممكن ناكلها ساقعه وممكن ناكلها سخنه، فالدقيق لو احنا كلناها ساقعه مش هيدينا طعم حلو، فعشان كده انا عملتها المره دي بالنشا. خلاص، فعندنا لبن، عندنا نشا، هقلبه كده مع اللبن لحد ما يدوب جواها اهو، مكعب مرقة اللحمة، جوزة الطيب، وده كده عشان عايزه برضه احط شويه بهارات. هسيبه بقى يتقل كده شويه، عقبال ما يتقل عايزه اظبط البطاطس بتاعتي. هحط كده البطاطس، معاها جوزة الطيب، معاها كده، معاها رشة بابريكا، ونقلب. هنحط كمان جواها معلقة كريمة، وعايزة بقى اسيح كمان الزبدة. خلاص، افضل اقلب كده لحد ما احس، نخلي بالنا النشا يكون دايب كويس قوي، لحد ما احس ان ابتدى يتقل شويه، عشان لما يتقل هحط شويه على البطاطس من جوه. خلاص، طيب يبقى احنا عملنا هنا ايه في البطاطس؟ البطاطس هنا حطينا عليها حبه كريمه مع جوزة الطيب وبابريكا وبودره ثوم وبصل، و هحط دلوقتي فلفل اسود وملح. خلاص، وهسيح الزبده واحطها جوه البطاطس عشان تبقى كريمي كده جدا، وبتدي صراحه طعم وطعم وقوام حلو قوي اهو. برضو الجبنه، هجيب حبه كده من الجبنه احطها جوه، والبيض بقى، البيض صراحه بيدي للبطاطس قوام حلو قوي، يعني انا ما بحبش استغنى عن البيض في البطاطس البوريه. نكسرها كده، احط بيضتين وانا بحط البيض. بصوا انا حطاها كده، ماشي، هعمل ايه وانا حطاها كده قبل ما ابتدي اشتغل عليه؟ فلفل اسود وملح اهو، ونقطه خل قبل ما ابتدي ان انا ايه اقلبه اهو. خلاص، عشان الزفاره بتاعت البيض ما يبقاش فيه زفاره خالص. عملنا ايه؟ ممكن تحطوها على جنب الاول قبل ما تحطوها. عملنا ايه؟ رشه ملح، رشه فلفل، معلقه صغيره قوي من الخل، معلقه شاي صغيره،
نقلب كويس جدا. بصوا بقى البيض خلاها عامله ازاي، نقلبها كويس قوي قوي قوي، ندخل البيض كويس قوي جوه البطاطس. الزبده شايفين الجمال اهو، هسيب شويه كده عشان هستخدمهم. الله الله على الروايح اللي انا شميها. بصوا بقى القوام بقى عامل ازاي، بقى مختلف تماما. عملنا هنا ايه، حطينا كريمه، حطينا جبنه شادر او جبنه رومي او بارميجان، الحاجات دي بتلي عليها قوي. حطينا البهارات بتاعتنا اللي هي بودره ثوم، بودره بصل، بابريكا، جوز الطيب، وبهارات لحمه. وهحط اهو البهارات دي على اللحمه المفرومه عشان تبقى كمان متبهره كويس. اللحمه المفرومه لما بتتبهر كده وتتعمل حلو بالملح والفلفل بيبقى ليها طعم حلو قوي. هحط عليها برضو ايه مكعبين زبده كده، بعد لما حسيت ان خلاص كلها لونت اللون البني. احلى حاجه انها من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص في السوا اهو. ومش عايزه الميه بتاعتها تنشف، عايزاها كده جوسي كده زي ما انتم شايفينها. فحسبها ايه شويه صغيرين، اقل من دقيقه، وابتدي ان انا ايه اعملها مع البطاطس عشان كل ده برضو هيدخل الفرن. نقلب كده اقلب كده لحد ما يتقل شويه كمان. احط له معلقه زبده صوص اهو ابتدى يتقل، هحط معلقه صغنانه قوي منه جوه البطاطس اهو ماشي، واقلبه كويس جدا. هحط عليه بقى وانا بقلبه كده حبه كريمه بالطريقه دي، واقلب وحبه قشطه. القشطه اوعوا تجربوه من غير قشطه، هتلاقوا طعمه مختلف تماما، حلو قوي 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 بالقشطه قوي كمان. عشان كده بقول لكم عملتها بالنشا، عشان لو احنا حابين ناكلها ناكلها بارده هتبقى حلوه قوي برده، يعني وهي ساقعه حتى هتبقى حلوه. بصوا في طريقتين، ممكن نحط البطاطس البوريه وبعدين نحط اللحمه المفرومه في النص، او نلخبط اللحمه المفرومه مع البطاطس. انا ساعات كتير بلخبطها، فالمره دي هنحطها ايه في النص. خلاص ممكن بس ايه كده، شايفين؟ ايوه حاضر. تمام طيب، ايه بقى تاني؟ هنحط الجبنه بالطريقه دي، حبه من البشاميل كده. بشاميل عملناه ازاي؟ عملناه بنشا ولبن، زبده وكريمه وقشطه، شايفين اهو. نفردها كده وهنحط بقى البطاطس البوريه بالطريقه دي. نحطها بس وبعدين ايه نفردها ماشي. وبعدين اخر حاجه بقى هحط البشاميل وادخلها الفرن. الله الله على الجمال. انا شايفه انها تتاكل كده مع طبق سلطه. خلاص ادخلها الفرن بقى.